منهم عجل، اللي عايز اثنين، اللي عايز 10، اللي عايز لحد بفضل الله 70 80 دماغ موجودين ان شاء الله. معلم حسام طبعا ادرى اللبن معانا بيوصل لنا قد ايه؟ بفضل الله كف الامهات. العجلات يا باشا البقره هنا، انا مش عايز اوريك عجلات بقره، انا بعمر مبكره ب 40 كيلو لبن. عجلات بقره ماشي، استراد ب 40 كيلو، ده خلف الاستراد. العمده طبعا. احلى صباح عليك يا استاذ عمر وعلى كل متابعي قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج داخل مصر خارج مصر في الوطن العربي. تمام يا استاذ عمر، بفضل الله بفضل الله بنحاول نبهر الساده المتابعين بما هو جديد وجديد في عالم الثروه الحيوانيه للسلالات. انا عايزك ايه بعد اذن حضرتك يا استاذ عمر تيجي توسخ هدومك كده وتخش في قلب البهايم وتفرج الساده المتابعين على سلاله العجلات اللي بفضل الله تعبنا قد ايه واحنا بنشتريها لهم ماشي وبنجيبها لهم بعد ما نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزك تركز في العجلات من بليار الدم النبي السلاله النادره، بس اللي شاهد العجلات دي اللي شاهد الحلاوه الربانيه دي يا استاذ عمر والجمال الرباني ده كل من كان في قلبه من جوه ذره حب ربنا فوق ولسيدنا رسول الله ذره حب في قلبه لله فوق ولسيدنا رسول الله وشاهد التفاحه الامريكيه اللي انا بقدمه لك يا استاذ عمر يدعمني بصلاه النبي محمد. الناس كلها بتدعم والله من غير اي حاجه، بلايك صغير كده حلو. الناس طبعا كلها عارفه المجهود اللي احنا بنعمله معاهم، فكله هنزل دعم، كله ده نزل دعم طبعا في لايكات. هقدم لك سلالات من الممنوعات بفضل الله اللي نفسه ينشئ مزرعه. الله تبارك الله. اللي نفسه ينشئ مزرعه، اللي نفسه ينشئ سلاله عجلات دم حر بفضل الله انا بقدم لك الدم الحر كله. شايفين العجلات يا جماعه؟ عجلات بمعنى كلمه عجلات. هتبقى طبعا بخيل جدا كده لو وصلت معانا على السناب دلوقتي كافه تعليقات. عايزين طبعا تفاعلات معانا يا جماعه كده، تفاعلات للساده المتابعين. عايزين شير زي ما انتم طبعا شايفين الخير قدامكم ده. هتبقى بخيل جدا لو وصلت معانا على السناب النبي. بخيل يلا ما صلى على النبي معانا. بفضل الله الناس بتجينا اهي ان شاء الله من اخر الدنيا محمله بهايم وخارجه وبفضل الله. ربنا يبارك. اي حد من العملاء هيجي هنا يا استاذ عمر هيخرج مرضى بفضل الله. العدد انا معلش طبعا انا مفتوح معايا اعداد مفتوحه بفضل الله في المزرعه. تمام ماشي. العجلات اللي هي العشر منهم، العشر العجلات العشر منهم بفضل الله انا نقلتهم هناك عند مزرعه المنوفيه. العجلات العشر كلها هناك في المنوفيه. والعجلات النام اللي هي في الاعمار دي بفضل الله انا ناقل منهم بتاعي 75 راس برضه عند المزرعه. يعني برضه اللي عايز يتواصل معانا هناك في المنوفيه مفيش اي مشكله. اللي عايز طبعا يتواصل معانا من هنا من ارض وادي نطرون مفيش اي مشكله. اللي عايز طبعا تحمل له تبعت له لغايه باب بيته على حاجات تم من دولت. ما عنديش ادنى مشكله برضه علينا للمتابعين. مفيش اي مشاكل. بص يا زبون في معنى توصيل يعني ان شاء الله. عجلات تبارك الخلاق فيما خلق دم جينات، دي جينات عجلات تبارك الرحمن الرحيم يا زبون. اللهم صل على النبي. يعني بالله عليك يا زبون في جينات عجلات زي دي؟ انا عايز افهم في جينات عجلات زي دي يا زبون؟ العجلات عامله ازاي؟ دي جينات عجلات اهي. العجلات طبعا بتتكلم عن نفسها. دي جينات عجلات. اللهم صل على النبي. دي بقرة بفضل الله زي ابو عمر من اللي بتنباع ب 200,000. تمام. اللي عايز ينشئ مشروع صح، اللي عايز ينشئ مزرعه صح، دي العجلات الالماني بتاعتنا. دي العجلات الالماني الدم الحر يا استاذ ابو عمر. تمام. عجلات دم حر، دم نقي، دم 100% بفضل الله. حد انا ما عداش ناه انت. تمام يا معلم حماده. وربنا يبارك للي يدخلهم بيته. طبعا اللي عايز يعني ياسس بقره صح، اللي عايز ياسس بقره. بقره ايه؟ اللي عايز طبعا اللي عايز يفتح مصنع البان. اللي عايز بجد طبعا انه يفتح مصنع البان. يا ابو عمر اللي عايز يورد لجهينه مباشر صلى على الحبيب النبي في قلبك. صلى الله عليه وسلم. النهارده انا جاي لك بشويه تفاح والسعر قنبله ومش هنزعل اي حد يا ابو عمر. واللي نفسه يبدا مشروع حلاب ماشي ومش عارف يبدا بالاسعار بفضل الله خليه يبدا باقل تكلفه في مصر. تمام. اللي عايز حاجه ب 40,000 هبيع له. اللي عايز حاجه ب 50,000 هبيع له. اللي عايز حاجه ب 55 هبيع له. اللي عايز حاجه تحت ال 40,000 بفضل الله والله ما زعل اي حد. يعني معانا اسعار شغاله معانا من تحت ال 40. طيبين. لحد كده يا معلم حسام. أسعار. عايزين برضو نفهم الساده المتابعين على الاسعار برضو بالنسبه للسعر يا ابو عمر مش هزعل اي حد. عايزين لا احنا عايزين نفهم الناس برضو عشان اللي يرن يعرف نفسه بيرن ازاي. توكلنا على الله. وعايزين طبعا عشان بس ما حدش يبقى تايه. الاسعار عندي شغاله من 35,000 يا ابو عمر لحد 63,000. لحد كام؟ لحد 63,000 عجلات تحت اللقاح مباشر. تمام. مش هزعل اي حد في الاسعار. عجلات برضو انا جاهزه للعشر. ابو عمر يسمع الاسعار في الدوله كلها بفضل الله ارخص سعر في جمهوريه مصر العربيه من 35,000. لحد اسعار مع لحد اعلى حاجه معانا 65,000. 65,000 جنيه يا جماعه. طبعا اللي عاوز اسعار برضو خمسينات 55 عشان برضو ما نتوهش حد يا جماعه.
اللي عايز طبعا دي عجلات كلها نامي، يعني دي عجلات برضه معانا عجلات جاهزه للعشر المباشره ايه؟ عشان برضه ما تتوهش حد المتابعين، بس بنرجو طبعا من كل المتابعين كده اللي معانا على البث المباشر كده ايه؟ كل واحد طبعا يدينا كاب قلب احمر لو تكرمتوا يا جماعه كده ايه؟ فضلا كده وليس امرا، شايفين طبعا حلبات العجلات من تحت عامله ازاي؟ هي دي العجلات طبعا اللي عايز يا جماعه طبعا ياسس مزرعه كامله بعجله واحده بس من دول، مش هقول لك لا بالبدايه كلهم بعجله واحده، بعجله واحده بس من دول تقدر تحسن طبعا مزرعه كامله متكامله يا عم الحاج حماده. احلى صباح عليك يا استاذ عمر، احنا مبهورين والله بالسلالات اللي احنا بنقدمها للساده المتابعين دي، واي حد يجي هنا يشرفنا ونورنا في وادي نطرون على دماغه من فوق، واللي يجيني هناك المنوفيه هنعمل معاه الصح وفوق الصح على دماغه من فوق، واللي عايز ينشئ مزرعه ياسس سلالات العماره الكبيره اللي انت شايفها قدامك ده يا استاذ عمر اسعار شغاله فيها من 50 ل 63 الف الاحجام والشاسات اللي تحت النقاح دي. تمام، البيور الضم الحر اسعار شغاله فيهم من 50 ل 63 الف يا باشا. بص يا جماعه طبعا الكميه معانا هنا محدوده مش كتيره، حوالي من 100 ل 120 راس، فلا تلحق معانا لو كان لك طبعا حظ ونصيب مع اولاد الحاج حسن ابو الحاج تلحق بس تاخد لك سلاله واحده بس من دول. بالله عليك متع المشاهدين، لو طبعا لو ليك نصيب وحظ طبعا مع اولاد الحاج حسن ابو الحاج بجد يعني قسما بالله واحنا صايمين كده بقولها لك، لو خدت سلاله واحده بس من دول هتحسن طبعا بيها مزرعه كامله متكامله عجله واحده بس عجله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. الناس اللي نفسها تجني سلال من دي بس ما معاش الا معاك 30 32 35 اللي معاه 40000 عمرنا ما هنزعل، تعالى معايا بعمر معايا الهديه. سيب طب خليها بس هنا وخليها طبعا في العماره الكبيره الاول، ما تطولش الناس على مش عايزين نطول الناس، عايزين طبعا نخلي الناس اللي جاي يبقى عارف تصبح عليها. تمام، بص يا جماعه العجلات طبعا دي الاعمار الكبيره، خليها طبعا في الاعمار الكبيره الاول، ولسه طبعا معانا الاعمار الصغيره هنفرجكم عليها، بس خليها طبعا في شيء في شيء. انا طبعا ايه بقول لمتابعين قناه غزاله الحاج حسن ابو الحاج اللي نفسه طبعا افتح الباب يا باشا كده، اللي نفسه ينشئ مشروع بما يرضي الله يا جماعه، اللي نفسه ينشئ مشروع طبعا وعايز تحسن مزرعه كامله بعجله واحده بس من دول، هقول لكم برضه هديكم هنا اسعار، اسعارنا طبعا مغريه، لان طبعا يا جماعه محدش بيدي اسعار في العجلات البيور ديت، احنا هنديكم اسعار بفضل الله. تمام، والدم ده الدم ده مش هتلاقيه على مستوى المحافظه بفضل الله، لا ايه اللي عند اولاد الحاج حسن ابو الحاج فقط، الدم ده شايفين الدم قسما بالله هتبقى بخيل جدا لو ما صليت معانا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعه، وبرده معانا حد في التعليق بيقول لك يا معلم حسام يعني هتبقى بخيل جدا لو ما صليت معانا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل متابعينا وكل محبينا كده معانا على اللايف، بيت النبي ابو عمر تفرج المتابعين على البضائع بتاعتنا الحلوه وعلى الذهب الابيض في اسمر ان شاء الله، كله يصلي على حضره النبي كله يكتب ما شاء الله الله اكبر. بصوا يا جماعه اللي عايز طبعا ينشئ مزرعه بعجله بس واحده بسلاله واحده من دول تقدر طبعا تحسن بيها مزرعه كامله متكامله. العجلات دي طبعا اخواتنا طبعا اللي في جو ابلي في جو سوهاج في جو اسوان اخواتنا المغتربين طبعا اللي نفسهم طبعا يحسنوا سلاله النهارده طبعا حسنا لك سلاله، واللي نفسه طبعا يربط طبعا عجل عشار او باره هولشتاين والده بسعر قياسي ومش عارف يتعامل معاها النهارده طبعا جبنا لك عجلات هتعرف طبعا تتعامل معاهم ازاي، هتاخدها طبعا موسم واثنين وثلاثه على ايدك، عجلات الماني عجلات امريكي عجلات مونبوليار دم طبعا نقي 200% بفضل الله، امهات طبعا كلها سمنتال بيور، امهات العجلات طبعا كلها معانا من مونبوليار لسمنتال، مظبوط كده يا معلم حسام؟ هولشتاين يا باشا استيراد الماني موسم اول، ودولت ولاد البقره ابو عمر ولاد اللي جايين في بطن امهم من بره، يعني ربنا يبارك اللي ياخد عجله من دول اكنه بيشتري عجله استيراد في المهجر من 170 و 180 الف ابو عمر. تمام، وربنا يبارك اللي ياخد طعمه واحده من دي يحسن بيها عنده مزرعه. طيب رقم تليفونك على حسين الحجز والتواصل طبعا معاك 10 010 60 60 35 18 94 عندنا العماره طبعا في العماره دي بياع الذهب بياع الذهب وبتاع المميز، وقلت لك يا ابو عمر بفضل الله هبهر لك المتابعين وكل يوم معايا جديد وكل يوم معايا تمييز بفضل الله في السلالات وفي الشغل وفي الاسعار، وعندنا تمييز بفضل الله يا ابو عمر لان شغلنا اللي بيحكي عن نفسه، وشغلك اللي معلش بالكلمه اللي بيطمن الناس من ناحيتك كده يا ابو عمر، وشغلك اللي بيخلي الناس تحبك وانت عايز تثبت نفسك بطاقتك بشغلك.
طب معلم حسام العمارة طبعا في العنبر ده تكتب معانا من كام لكام العمارة في العنبر ده؟ كلها اللي انت شايفها دي يا ابو عمر ما شاء الله الله اكبر 7 شهور و8 شهور ما شاء الله 7 شهور و8 شهور 7 شهور مفيش طبعا عجلة فيهم خليط 1% ماشي والاوزان بتاعت العجلات دي كده ابو عمر موازين كده ما تقلش كده عن 180 كيلو في بعض تمام حاجات 220 كيلو تمام فيهم حاجات 150 كيلو ان شاء الله يعني العجلات دي ما تقلش عن 180 كيلو كده في بعض البار عامله ازاي يا جماعه من صغرها؟ اكتب ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله بوليار من بوليار ابو عمر اللهم صل على النبي كما قال الكتاب حاجات ربنا يبارك للي ياخد منهم يا رب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله البار عامله ازاي؟ لقد تليفون ابو عمر ويا تلحق العرض ده يا ما تلحقوش العالم طبعا انا اللي بقولها على الملا الاعلى عشان ما تجيش حد بعد يعني المزرعه دي ان شاء الله مش هتطول معانا يرن عليا يقول لي انا كنت محتاج 20 50 حته من دول انا اللي بقولها لك يا تلحق يا ما تلحقش المزرعه مش هتاخد طبعا فركه كعب معانا بفضل الله دي كلها عجلات بفضل الله ابو عمر ما هياش بار ولا هو لا دي كلها عجلات تمام انت شايف اهو يعني المزرعه ديت ان شاء الله يا معلم حسام مش هتاخد معانا فركه كعب باذن الله باذن الله قول يا رب رقم تليفوني للحجز واتواصل معاه ابو عمر حجز واتواصل معاه 010 6035 1894 بالله عليك يا ابو عمر انا بشكر المتابعين بتوعك اي واحد يرن عليا بعد اسبوع على راسي من فوق اللي يشوف العرض النهارده بكره بعده يرن عليا ويا تلحق يا ما تلحقش عروضنا ده بنام بفضل الله اللي نايم طبعا يصحى ولا صايم ان شاء الله بعد الفطار كده يفتح معانا من فوق عشان طبعا العرض ده مش هيستنى معانا العجلات ديت يعني مش بفضل الله يا جماعه مش مفيش طبعا كميات كتير لا العجلات ديت ان شاء الله رب العالمين خلاص يعني هانت المزرعه احنا فاتحينها طبعا عاملين افتتاح من امبارح وهانت هانت خلاص معانا ما عادش الا حاجات خفيفه النهارده يجي برضه اللي عايز يلحق بس حاجه من المزرعه دي يجي تمام والله في اقبال شديد جاوب عمر وفي حجوزات هنا يعني بنسبة عالية يعني في معنى طبعا حجوزات انا بنسبة عالية بفضل الله فتحنا البث لحد دلوقتي التليفونات شغالة تمام والناس كلها على دماغنا من فوق ونفسي اودي في كل محافظة سلالة من الذهب اللي انت شايفها عجلة واحدة بس والله العظيم يا ابو عمر والله يا جماعة احنا عايزين طبعا كل واحد بس من كل محافظة امبارح حد كان بيشتري مني العجلات دي على بعضيها والله ما رضيتش ابيعها له واحد واثنين وثلاثة ما رضيتش ابيع دايما على بعضيها يا ابو عمر عايزين نتمتع المتابعين بتوعك يا عم ابو عمر جاي لك يا عم حماد اهو والله واحنا صايمين اللهم صل على النبي والله واحنا صايمين 125 بهيمه بينباعوا على بعض من قبل العرض بتاعهم امبارح احنا ما رضينا نبيع ليه بقى يا معلم حماد بس كسبانين طب ليه يعني ما رضيناش نبيع قلنا 125 بيه مع بعضهم لا طب ليه لا هبيع له 5 هبيع له 10 اقصى حد هبيع له طب انت يا جدع تعد وتعب تعد معاك ليه غير المشار ده كله عشان السلالات دي تحسن بيها مزرعتك بصوا يا جماعه المعلم حاتم العزي طبعا كان طلع الشغل ده كله من امبارح كان طلع وما كناش صورنا النهارده بس طبعا محبه في المتابعين ولاد طبعا خرجوا كله امبارح لخرجته كله امبارح بالفعل ولاد طبعا خاطر متابعينا لاجل خاطر طبعا متابعينا والناس اللي بتحبنا طبعا في الله ده معاك بضاعه عجلات جايه من المانيا عجلات من المانيا دي عجلات من المانيا وزير واللي شوف طبعا الدم ده كده والمحاسن ديت وما عملناش لايك كده اوعى ما تعملش لايف اوعى ما تعملش لايف معرف العالم بحاله والدم الحر شكله ايه اوعى طبعا ما تصليش معانا على سيدنا النبي لا تدخل علينا بالصلاه على سيدنا النبي لا تدخل علينا باللايك عايزين طبعا لوب حمرا كتير عايزين لوب حمرا كتير جدا عايزين لايكات حلوه برضو علشان يا جماعه طبعا يعني وصلوا البث ده لغيركم انا عايز بس كل واحد كمان مصر من كل محافظه ال 27 محافظه كده عايز كل واحد بس ياخد عجله واحده بس من دول والله بتكلم جد يا استاذ ابو عمر وش سهاب والاحكام دي كلها اللي تحت عش ان شاء الله سعرها بسعر الخلايط بفضل الله سعرنا طبعا بسعر الخلايط بفضل الله شفت الشاسيه والعظم والحجم ده كله اللي هو تحت لقاح اسعاره باسعار الخلايط ان شاء الله الاسعار شغاله فيهم من 57 تحت العش ل 63000 من 57000 من 57 ل 63000 التريلات دي كلها بكام؟ بكام؟ من 57 ل 63000 البيور الضم الحر ده اللي تحت اللقاح يعني اللي عايز طبعا ياسس بقره من 200000 ايه بس ما اعرفش والله انا اول مره يعني بصراحه اشوف سلالات زي كده مزرعات اللبن سلالات غريبه جدا جدا تريلات مش عجلات اللي عايز يورد لجهينه يظبطه ان شاء الله تبارك الله اللي عايز يورد البل لجهينه اللهم صل على كامل النور اللي عايز يورد البل لجهينه اللي عايز يورد البل لجهينه كل من كان في قلبه من جوه ذره حب لربنا فوق نعم بالله لربنا ونعم بالله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح الامريكاني اللي احنا بندلع بيه الساده المتابعين ده
والله احنا بندلع بالسادة المتابعين يدعمنا بصلاة النبي محمد وبلايك صغير كده حلو تعليه واحد في الصلاة على النبي محمد لسه طبعا هنشيلكم طبعا في علابر الرضايع لو واحد صلاة مع الحان لسه طبعا معانا علابر الرضايع بس البسات دي ان شاء الله تبقى معانا العلابر دي كلها ذكوره ونوت طبعا كل العلابر دي معانا ان شاء الله بعد ايه بعد ان شاء الله كده ايه بعد المغرب كده بعد الفطار تمام واحنا طبعا العمده بدلع المتابعين بسلعه ما حصلتش احنا بنحب ندلع المشاهدين بنحب ندلع المتابعين بتوعنا بسهولات تفتح النفس بفضل الله اللهم صل على النبي اللي طالب اي حاجه عننا لاي حد رقم تليفوني 010 980 4 998 البث التاني يبقى معانا امتى ان شاء الله معانا حماده بعد الفطار ان شاء الله عشان تحياتي خلاص تحياتي للعمده السلام عليكم ورحمه الله تحيات طبعا المعلم حماده طبعا شكله كده ايه جاب يعني معلش هتعبرك معانا يا عمده تعبرك معانا طبعا لاجل عيون المتابعين احنا ما نقدرش نبخل عليهم ونروح لهم قسما بالله واخر الدنيا مفيش اي مشكلة عندنا يا جماعة العجلات دي من هنا لحد اخر النهار لا تلحق معانا لا ما تلحقش انا اللي بقول لك اقسم بالله العجلات دي مش هتتعوض العجلات دي انا عن نفسي مش هتتعوض يعني انت لو خدت يعني 10 سلالات من دولت 10 عجلات من دولت ودخلت في وسطهم ذكر واحد على مدار السنة بقى عندك 10 عجلات استراد عشر اول دين وانا بقول لكم يا جماعة اهو اذا خلص الفول ابو عمر طبعا مش مسؤول لان السلالات ديت مش هتكرر تاني والله انا اللي بقول لك اهو عينك هتوريك عينك توريك العجلات طبعا مش عايزه كلام العجلات طبعا بتحكي عن نفسها معانا اعمار من 5 شهور لحد يا جماعه 13 شهر هنا معانا الاسعار دي معانا في المزرعه يا جماعه من 40,000 لحد 65,000 جنيه افخم عجل انا في المزرعه لا تلحق معانا لا ما تلحقش عجلاتنا ما بتقعدش بفضل الله وما تنسوش طبعا تعملوا لايك واشتراك في القناة ليصلك معنا كل جديدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.